أهلا بكم. أعلن جماعة الإخوان المسلمين تشكيل لجنة لإدارة الجماعة وإلغاء الأمانة العامة لمكتب إرشادها ضمن حزمة قرارات بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد محمود عزت. وقال إبراهيم منير نائب المرشد والمسؤول الأول بالجماعة حاليا، قال إن الجماعة قررت إلغاء مسمى الأمانة العامة التي كان يترأسها محمود حسين. وأضاف منير أنه تقرر تشكيل لجنة معاونة لنائب المرشد العام تضم في عضويتها محمود حسين الأمين العام السابق عضو مكتب الإرشاد ومجموعة من قيادات الجماعة لم يسمهم. ووفقا للترتيبات الجديدة لم يعد يوجد مكتب إرشاد أعلى هيئة تنظيمية داخل الإخوان يدير عمل الجماعة التي يعتبرها النظام المصري محظورة منذ عام 2013. وتحل اللجنة الجديدة الموجودة خارج مصر محل مكتب الإرشاد وأمانته العامة التي يعد إلغاؤها سابقة في تاريخ الجماعة. انضم لي عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. دكتور عصام أرحب بك في البداية، وأحب أن أوضح للسادة المشاهدين ولضيفي أننا حاولنا أن نتواصل مع المتحدثين باسم جماعة الإخوان المسلمين أو الدكتور إبراهيم منير أو أحد حتى القريبين منهم، لكن لم يوافق أحد على المشاركة معنا. دكتور عصام، في رأيك هذه الإجراءات وهذه القرارات يعني هل هي في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين أم أنها تأتي في إطار كما تحدث آخرين التأثير بعد القبض على الدكتور محمود عز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك أولا وتحية لكل المشاهدين. لا، هو أنا من وجهة نظري أن أي تغيير داخل الجماعة مطلوب، ومطلوب وبشدة، ومطلوب وبإلحاح، ومطلوب بمستويات أكبر مما تم الإعلان عنه، لأن جماعة الإخوان المسلمين منذ الانقلاب العسكري وهي تواجه العديد من الضربات، العديد من التحديات، العديد من الأزمات. هذه الأزمات لم تقف عند حدود عند مستويات القيادة الكبرى أو القيادة العليا للجماعة بمستوياتها المختلفة، ولكن أيضا على مستوى العلاقات البينية داخل الجماعة بمستوياتها المختلفة، سواء علاقتها بشبابها، علاقتها ببعض كوادرها، علاقتها أيضا بالثقة من حيث ثقة أتباعها أو ثقة قاعدتها الشعبية بقيادتها. وبالتالي كان هناك أزمات حقيقية تحتاج إلى تغيير حقيقي بل تغيير جذري. أتذكر أنه في مارس 2019 قمت بكتابة مقال بعنوان الإخوان المسلمون أفكار مستقبلية. كان من بين أهم المضامين التي تضمنها هذا المقال هو الدعوة لتغيير جذري على مستوى قيادة الجماعة، لأن الأمر ليس مرتبط بالإساءة لأحد، الأمر لا يرتبط بالنيل من مكانة وقدرات أحد، ولكن الأمر يرتبط بطبيعة مرحلة تحتاج إلى كوادر بالفعل حقيقية، كوادر جديدة تدرك معطيات هذا الواقع وتدرك طبيعة تحدياته وتستطيع أن تتعامل معه بأدواته. ولا أعتقد أن هذا كان متوفرا للأمانة وبمنتهى الوضوح في القيادة التي تحكم جماعة الإخوان حتى المسلمين حتى اليوم. أرجو التوقع معي دكتور عصام. ينضم إلي السيد سمير العركي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية. سيد سمير العركي، يعني البعض يقول أنه ما دامت الأسماء القديمة موجودة في صدارة إدارة جماعة الإخوان المسلمين فإنه لن يحدث تغيير، وتحديدا أن هناك انقسام وهناك أسماء تركت الجماعة بسبب يعني وجود أسماء قديمة في القيادة. هو طبعا دي يعني أحد الأسباب الرئيسية اللي تنبئ أو تؤشر إلى عدم وجود تغيير حقيقي داخل الجماعة. يمكن لو احنا تابعنا منذ بدء يعني في اللحظات الأولى لإصدار الأستاذ إبراهيم منير البيان وإلغاء منصب الأمانة في تركيا وإلى آخره، نلاحظ أن كان هناك تفاؤل، لكن تفاؤل مشوب بالحذر، ثم ما لبث أن خبى هذا التفاؤل على وقع ما تم إعلانه بعد ذلك. للأسف الشديد هذه الطريقة لا تؤدي أبدا إلى أي إصلاح يعني مرجو. كما ذكرت حضرتك، هذه الأسماء المطروحة والموجودة هي جزء من أزمة جماعة الإخوان المسلمين، وهي جزء من صراع داخلي داخل الجماعة حتى وإن لم تعترف بذلك، وكانت جزءا من الفشل العريض الذي لحق بالجماعة في 2013 أو في أثناء فترة إدارتها لحكم مصر. فالإصلاح الحقيقي كان يبدأ بتنحي هذه الأسماء التي هي كانت سببا في هزيمة
أو كانت محل خلاف داخل الجماعة أو كانت مسار للجدل داخل الجماعة، كان ينبغي لها أن تتنحى، وكان ينبغي أن يكون إعادة ترتيب الصف داخل جماعة الإخوان بغير هذه الطريقة. عندما تأتي الطريقة بقرارات فوقية وبقرارات علوية، نحن لسنا أمام إصلاح حقيقي، نحن أمام مجرد حل لمشاكل. أستاذ سمير، أستاذ سمير العركي، ربما هناك من يقول بأنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن الأسماء الجديدة، الإعلان عن التغييرات، وعلى الكل أن ينتظر. وهذا يأخذنا إلى نقطة أرجو أن تبقى معي لأنه سأنقل الكلام للدكتور عصام عبد الشافي، هو تحدث عن أنه التغيير مطلوب. دكتور عصام، في البيان الذي صدر عن الدكتور إبراهيم منير كان هناك عبارة لم الشمل وتمتين الجماعة وإتاحة الفرصة للشباب. في رأيك يعني هل جماعة الإخوان المسلمين ستشهد خلال الفترة القادمة عودة المفصولين المجمدين المهمشين وإعطاء الفرصة للشباب؟ الأمر في هذه الحالة من وجهة نظري يرتبط بطبيعة التغيير الذي تم وبطبيعة التغير في عملية صنع القرار داخل الجماعة وبالموقف بعض الذين تم التحفظ على دورهم أو تم تجميد دورهم في الجماعة في المرحلة الأخيرة بموقفهم من هذه التغييرات بدرجة أساسية. كما ذكرت لك أستاذ مصطفى، الأمر هنا لا يرتبط بفكرة أن هناك تغيير لمجرد التغيير، ولكن في النهاية لابد أن ينال أو يطال هذا التغيير عملية صنع القرار، ليس فقط تغييرا في الأشخاص، عملية صنع القرار من يقوم بهذه العملية، أين مفاصل القوة في داخل اللجنة التي تم الإعلان عن تشكيلها، درجة الجدية في تطبيق تغيير حقيقي داخل هذه المنظومة. ليس شرطا أن يتم إلغاء بإلغاء الأمانة العامة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في عملية صنع القرار. ليس شرطا أن يتم تجميد أو إلغاء مكتب الإرشاد أن يتم تغيير جوهري في عملية صنع القرار. الأمر يرتبط بدرجة أساسية بعدة اعتبارات، من بين هذه الاعتبارات طبيعة الشخصيات التي ستحل أو سيتم من خلالها تشكيل اللجنة الجديدة. وأعتقد أن الأسماء التي تم الكشف عنها أعتقد أنها لا تسير بدرجة كبيرة في مسار تغيير جذري وحقيقي في فكر وتوجهات وسياسات وأدوات الجماعة خلال المرحلة القادمة. فإذا ثبتت أو ثبت الإعلان عن هذه الأسماء، دكتور عصام عذر على المقاطعة، هل لديك معلومة يعني في يا دكتور عصام في ظل انه لا احد من قيادات جماعه الاخوان المسلمين ولا حتى المتحدثين بهم او القريبين والمحسوبين عليهم تحدث ورفض الحديث، هل لديك معلومه عن الاسماء، عن بعض الاسماء في اللجنه، بعض من تم تسريب اسمائهم؟ لا لا، وحتى لو لدي معلومة الأمر أيضا متروك لإدارة الجماعة حتى تعبر عن نفسها وتقول لجنتها، ثم يتم تحليل هذه الأسماء، لأن في النهاية إذا رشحت بعض الأسماء من هنا أو هناك فستظل في إطار التداول الداخلي بين المحسوبين على الجماعة أو غيرهم. ولكن في النهاية لنا كمحللين أن نقف عندما يتم الإعلان الرسمي عن هذه الأسماء أن يتم تحليل مواقفهم وتوجهاتهم وسيارتهم الذاتية وموقفهم ابتداء من عملية التغيير في هيكل الجماعة وفي قيادتها وفي إدارتها. هذا معيار شديد الأهمية. الأمر الآخر شديد الأهمية هو هل يمكن، السؤال الكبير، إذا حدث هذا التغيير وإذا حدث هل يمكن أن يقبل به البعض داخل الجماعة ممن استمروا واستقروا فيها حتى الآن، أم يمكن أن نشهد موجة جديدة من الخلافات والانقسامات فيما بين القيادات أو الشخصيات التي تتولى المناصب القيادية داخل المؤسس؟ هذا أمر آخر شديد الأهمية. ولكن في النهاية بغض النظر عن كل هذه الاعتبارات أستاذ مصطفى، مجرد الحديث عن تغيير في هذه المرحلة هو أمر شديد الأهمية، يمكن أن يفتح بابا كبيرا تسويات حقيقية داخل الجماعة ولإعادة لم شملها وإعادة توحيد صفها. لأن في النهاية لا أعتقد أن من خرجوا قد نجحوا في تحقيق أو في إبرام أو في إنجاز أي نجاحات بشكل كبير خارج الجماعة، ولكن من وجودهم داخل الجماعة مع تغيير في الرؤية وتغيير في المسميات وتغيير في الوظائف وتغيير في الأدوار، أعتقد أن الأمر يمكن أن يحقق درجة أو أخرى من النجاح ستختلف نسبيا بدرجة أعلى عما هو سائد بالفعل. أرجو أن تبقى معي دكتور عصام. أدب للسيد سمير العركي. سيد سمير العركي، يعني ماذا يعني إلغاء منصب الأمانة العامة، وماذا يعني أن تكون لأول مرة في تاريخ الجماعة إلغاء مكتب الإرشاد والاكتفاء باللجنة المعاونة؟ يعني أنا أرى من خلال المتابعة أنها يعني قرارات شكلية، يعني حتى الآن لم يقل لنا حتى البيان، هذا من المفترض أن يوضحه لنا البيان، يعني ماذا سيترتب على إلغاء منصب الأمين العام؟
خاصة أن المعلومات المسربة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنبه هنا إلى أنها ليست يعني لم تصدر بصفة رسمية من الجماعة، تشير إلى أن الدكتور محمود حسين سيكون نائبا للأستاذ إبراهيم منير ومعه الأستاذ محمد البحيري. فإذا نحن يعني لسنا أمام يعني ما الذي سيترتب على تغيير المنصب مع بقاء الأشخاص في مراكزهم؟ هذا ما كان يجب أن تجيب عليه الجماعة نفسها، هي التي يجب أن تقول لنا ما الذي سيترتب عليه. لكن إذا حللت البيان ستجد أنه مكتوب بطريقة يعني عجيبة. البيان ينبه على أهمية المؤسسية في عمل جماعة الإخوان المسلمين، ثم هو يفاجئ الصف الإخواني بقرارات فوقية تزيل مناصب دون أن تقول لماذا أزلنا هذا المنصب ولماذا استحدثنا هذا المنصب. هل هي تغيير في الأشكال أم تغيير في جوهر السياسات والأفكار؟ هذا سؤال مهم يجب على جماعة الإخوان أن تجيب عليه خلال الأيام القادمة، حتى يعني تتولد قناعة لدى الصف الإخواني أن هناك تغيير حقيقي حدث داخل الجماعة. أما أن يذهب المنصب ويبقى الأفراد ولكن بمسميات أخرى، فدعني أقول أنه هذا يبدو أنه يعني ترتيب للأوضاع داخل مجموعة معينة وليس داخل جماعة الإخوان يعني كلها. أنت إذا تابعت منصات التواصل الاجتماعي وحسابات المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، حقيقة تلحظ فتورا شديدا وصدمة حقيقية مما يقال. يعني الناس إما أنها لا تفهم ماذا يحدث، وإما أنها مصدومة مما يحدث، وإما أن هناك فتور ويأس شديد يعني مما يحدث. والبعض يقول أنه ليس هناك أمل في أي إصلاح طالما بقى الوضع على ما هو عليه. إذن نحن أمام أسئلة مهمة، هذه الأسئلة نحن لا نملك الإجابة عليها بقدر كبير، ولكن الذي تملك الإجابة عليه هي الجماعة. والسؤال هنا، هل ستجيب عليه الجماعة؟ لا أظن يعني ذلك. فإذا طلعنا بيان الأستاذ إبراهيم منير، هو يؤكد على خصوصية جماعة الإخوان المسلمين، ويؤكد للصف الإخواني على أهمية عدم الالتفات إلى ما سماها بين مزدوجين بالشائعات وبالتخرصات وبالأقاويل، ويطالبهم بالثقة في القيادة. إذن هي نفس الأفكار التي قادت الجماعة إلى مشهد الفشل الأول هي يعاد إنتاجها مرة أخرى. لماذا؟ لأن الأفكار نفسها لم تتغير، حتى وإن نتحدث عن تغيير الأشكال، ولعل هذا ما يعني ستثبته الأيام القادمة. نعم، أشكرك شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك السيد سمير العركي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أشكرك شكرا جزيلا. أذهب إلى دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، وتعليق أخير دكتور عصام. البعض يرى أنه إشكالية جماعة الإخوان المسلمين إشكالية قديمة، وأنه هناك تشاؤم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ما دام السيد إبراهيم منير والسيد محمود حسين على في قيادة الجماعة وعلى قائمة اللجنة الجديدة. هو كما ذكرت لك أستاذ مصطفى، هناك مجموعة ليس فقط انقسام وحيد داخل الجماعة، ولكن هناك عدة انقسامات، بل عدة التيارات أو عدة جبهات، حتى لا يعني حتى يكون المفهوم أكثر دقة. العدة جبهات، هناك بعض الجبهات يمثلها مجموعة من الأفراد هم كانوا بالأساس قياديين في الجماعة، وبالتالي يرفضون هذه المنظومة كلية بكل رموزها بكل شخوصها، ويرون أنها قد تعاطت مع هذه المرحلة بما لا تستحقه من توجهات ومن سياسات تستطيع بها مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجهها الجماعة. وبالتالي سواء كان السيد إبراهيم منير أو الدكتور محمود حسين أو غيرهم من شخصيات وشاركت في صناعة هذا المشهد والوصول بالجماعة إلى ما وصلت إليه، فهذا التوجه أو هذا التيار مرفوض بالمطلق أو بالكلية من هذه فيما يتعلق بهذا المستوى. مستوى آخر يقول أننا بصدد جماعة، هذه الجماعة حافظت على بقائها ووجودها واستطاعت الصمود في مواجهة كل عمليات التنكيل والاستهداف خلال السنوات السبع الماضية، وهذا الأمر يحسب ضمن ما يحسب للقيادة القائمة عليها الآن. وبالتالي إعادة التغيير أو إعادة التدوير في النهاية تحافظ على شكل الجماعة، ولكن في أطر أخرى. ولكن بالأمانة هناك مجموعة حقيقية تمثل كتلة صلبة من شباب الجماعة ومن رموزها ترى أن هذه الجماعة تحتاج إلى تغيير حقيقي.
هذه الجماعة تحتاج إلى إعادة النظر في مكوناتها الأساسية والقيادية بكل الرموز التي أدارت المشهد خلال السنوات السبع الماضية، لأن هناك بالفعل أخطاء حقيقية ارتكبت سواء في الإدارة السياسية للمشهد أو الإدارة الملف إدارة الملف الحقوقي أو إدارة حتى ملف المعتقلين وغيرهم. كل هذه الملفات تحتاج إلى إعادة نظر جذرية في القيادات التي تقوم على إدارة المشهد الآن في الجماعة. عملية إعادة التدوير لبعض الشخصيات تحت مسميات مختلفة لا أعتقد أنها يمكن أن تحقق حالة نجاح، لأنه في النهاية الأمر حالة النجاح هذه من بين شروطها أو من بين متطلباتها الأساسية إعادة الثقة للصف داخل هذه الجماعة، لأن هناك أزمات ثلاثية مركبة، أزمة بينية داخل الجماعة وأبنائها وصفها، أزمة بين الحركات السياسية ذات المرجعية الإسلامية وجماعة الإخوان، ثم أزمة ثالثة بين جماعة الإخوان وغيرها من القوى السياسية سواء الليبرالية أو اليسارية. هذه الأزمات تحتاج إلى إعادة بناء ثقة، وبناء الثقة معياره الأول أو أحد أهم شروطه الأساسية هو تغيير الشخصيات والرموز التي قادت المرحلة السابقة. شكرا لك الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية على وجودك معنا. على مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل الهاشتاجات المناوئة للرئيس.